دن السلام عليكم، نلتقي مع الصفحة 19 من درس الثاني من دروس كتاب مفيد في الرياضيات الطبعة الجديدة طبعة 2020 المستوى الخامس ابتدائي. وصلنا الحصة الرابعة، قلنا الصفحة 19. إذا تمرين 9، ألاحظ إجابات مريم ثم أحدد وأصحح الأخطاء التي ارتكبتها. كنلاحظوا أن مريم عطات هنا التسمية ديال هاد الزوايا باللغة العربية وباللغة الفرنسية، إلا أنها ارتكبت شي أخطاء. إذا هنا كنلاحظ حطت هنايا المثلث باش تشوفوا واش عندها زاوية قائمة أو لا، هل هي أصغر من 90 درجة أو أكبر من 90 درجة. إذا هنا كتبت زاوية قائمة، هذه ليست زاوية قائمة وإنما زاوية حادة، زاوية حادة. هل هي زاوية حادة بالفرنسي؟ أونجل إيغو. إذا صحيح، هذه أونجل إيغو هي الزاوية الحادة. غنجي هنا قالت هذه زاوية حادة أونجل دغوا، إذا لا، هنا يا خطأ، هذه ليست زاوية حادة وإنما هي زاوية منفرجة لأن قياس ديالها أكثر من 90 درجة. هذه زاوية منفرجة، زاوية منفرجة بالفرنسية ماشي أونجل دغوا وإنما أونجل أوبتو، تسمى أونجل أوبتو. هذه زاوية ليست منفرجة بل هي زاوية قائمة، زاوية قائمة اللي هي أونجل دغوا، أونجل دغوا، هما التسميات ديالهم بالفرنسية. تمرين 10، ادعى ياسين أن المثلث ABC قائم الزاوية ومتساوي الساقين، أتأكد من ذلك باستعمال الأدوات اللازمة. إذا باش تأكد أنه له زاوية قائمة، إذا كنتأكد بواسطة كناخد المثلث حركة، كنتأكد كنلقى أنه فعلا زاوية قائمة. متساوي الساقين إما كنقيس القياس ديال الأضلاع ديالو بجوج كنلقى أنه فعلا متساوي الساقين، أو كناخد ناخد البركار نفتح الفتحة الأولى ونعود ندور نشوف واش حافظت على نفس الفتحة أو لا. إذا الاستنتاج هو أنه فعلا هذا المثلث هذا قائم الزاوية ومتساوي الساقين. هذا كذلك كاين واحد التمهيد، واحد القاعدة في الهندسة اللي كتقول أن كل مثلث محصور بنصف دائرة فهو مثلث قائم الزاوية تساوي الساقين ولا لا، على حساب النقطة هذه سي فين جات ولا هذه النقطة الثالثة. أما قائم الزاوية فهو دائما قائم الزاوية. كيفاش محصور بنصف دائرة؟ لاحظ معايا كيكون أحد الأضلاع ديالو هو قطر من أقطار الدائرة، والقطر راه كيقسم لينا الدائرة على اثنان، يعني كيعطينا قرص نصف، عفوا نصف دائرة. إذا فهو محصور بنصف دائرة، إذا أحد أضلاعه أحد أضلاعه هو قطر من أقطار الدائرة، والنقطة الأخرى الثالثة كتكون أحد نقاط الدائرة. إذا يقدر تكون نقطة هنا ولا هنا ولا هنا، في المكان ولا رسمنا المثلث بحال هكا كنلقاو قائم الزاوية فين ما رسمنا. أما بالنسبة لمتساوي الساقين فعنده نقطة وحدة خاصو يكون فيها هنا باش تكون تبعد بنفس المسافة عن الرأسين الآخرين. إذا أتأكد من ذلك باستعمال الأدوات. إذا من بعد ما تأكد أش غادي نستنتج؟ استنتج أن ما قاله ياسين صحيح، استنتج أن ما قاله ياسين صحيح، أي أن المثلث هنا فهو قائم الزاوية ومتساوي الساقين. تمرين 11، أنشأ أحمد الشكل التالي دون استعمال الأدوات اللازمة، أعيد رسمه بكل دقة. إذا باش نعيد هنا الرسم ديالو بكل دقة كنشوف شنو هما الأدوات اللي خاصني نستعمل. كنلاحظ هنا عندي مثلث قائم الزاوية، هاد الزاوية قياسها 36 درجة، هنا ما كاينش، هنا عاطيني القياسات. هنا غنبهكم لواحد الخطأ، هنا 3 سنتيمتر، أي صحيحة هنا 4 سنتيمتر، الا هنا ماشي 4 سنتيمتر، هنا غتلقى تقريبا 2.2 او 2.1 سنتيمتر. اذا غير من خلال الشوفه هنا 3 وهنا 4، لا، لان هذا طول من هذا. اذا كنبدا الرسم كنتبع ما قام به احمد. اذا غناخذ الضلع ابي فيه 3 سنتيمتر، ها هو الضلع ابي فيه 3 سنتيمتر كالرسم. هنا الرأس أ، هنا أ، هنا ب.
هنا عندي زاوية قائمة، اذا كنستعمل المثلث بهذا الشكل، او نقدر نستعمل المنقال كنرسم هنا زاوية قائمة. هنا عندي زاوية قائمة، هنا القياس احنا غادي نتأكدوا منه، ما نحدوش دابا حتى نرسموا الزاوية 36، خص هنايا بي تكون عندي الزاوية 36. اذا كنوضع، ها هي الضلع الاول عندي والرأس ها هو عندي، اذا كنوضع عليه المنقال بهذا الشكل هذا، وكنتبع هاد التدريجة ديال الصفر لان الضلع غادي كيشوف التدريجة ديال اليسار هذه، كنمشي حتى كنوصل 36 درجة. اذا ها هي تنجي هنا، هي التدريجة ديال 30، ها 35، ها هي 36 درجة هي هادي. اذا وكنرسم الضلع الاخر، وفين غادي يتقاطعوا راه هذيك هي النقطة سي، هي هادي. اذا هنا الزاوية عندي 36 درجة، هنا 90 درجة، هنا تكونت لي الزاوية سي. اذا نحط هنا النقطة او، حط هنا يدي بحال هكا، خصو يكون الرسم. اذا الا بغيت نكتب هنايا 3 سنتيمتر ونكتب هنا القياس اللي جاني نكتبه، المهم ما غتلقاش 4 سنتيمتر. احسب قياس الزاويتين ا سي بي و دي سي ا، فين هي الزاوية ا سي بي؟ هادي ا سي ا ا سي دي او دي سي ا، هادي دي سي ا، هادي اللي على برا هنا. بغاو القياس ديالها، اذا القياس ديالها هنا منين غادي نجيبو؟ اذا خاصني حتى نحسب القياس ديال الزاوية ا سي بي، الزاوية ا سي بي هادي اللي ترسمت هنا جديدة. اذا القياس ديال الزاوية هادي منين غنجيبو؟ انا عندي غير هادي وعندي هادي، اذا هادي 90 درجة وهادي 36 درجة. وانا شفت في الاول، انني استنتجت واحد الاستنتاج في الاول ديال التمارين اولا في ملي درنا معنا الاستاذ الدرس في القسم، ان مجموع قياسات زوايا اي مثلث هي 180 درجة. اذا هنا عندي هذه فيها 90 وهذه فيها 36، هذه شحال بقى ليها؟ اذا نطبق القاعدة ندير 180 درجة، اذا حسبت 180 درجة ناقص هاد الزاويتين غيبقى ليا قياس الزاوية سي اللي هي رأسها ا، التي رأسها سي. اذا نكتب هنايا ا سي بي تساوي ا سي بي تساوي ماذا؟ هي 180 درجة، غنقص منها ماذا؟ غنقص منها 90 درجة زائد 36 درجة. إذا إلا حسبت هاد الحساب هذا غنلقى أن الزاوية كتساوي 54 درجة، أسي بي 54 درجة. دابا غنقدر نحسب هاد الزاوية هادي، كيفاش غنحسبها؟ كنلاحظ هنايا، كنلاحظ ان هاد الزاوية هادي دي سي بي كتساوي 180 درجة لانها زاوية مستقيمة. اذا هاد الزاوية المستقيمة هنا تقسمت لهاد الزاوية اللي حسبت فيها 54 درجة، وهادي اللي كنقلب عليها انا. اذا بالنسبة للزاوية الان دي سي ا تساوي ماذا؟ غنكتب دي سي ا تساوي 180 درجة، غنقسم منها الزاوية 54 درجة، غلقاها تساوي 126 درجة. اذا هذا هو القياس ديال هاد الزاوية هادي. تمرين 12، تمرين 13 بالفرنسية غتلقاوه في فيديو مستقل، غتلقاو الرابط ديالو اسفل هاد الفيديو هذا. تمرين 14، اعيد رسم الشكل التالي بالقياسات الحقيقية على ورقة بيضاء، ثم احسب قياس الزاوية AO دي، هاد الزاوية الكبيرة هادي. اذا بالنسبة للزاوية الكبيرة هادي ممكن نحسب القياس ديالها كم يساوي من خلال القياسات هادو. اذا نكتب ا او دي، القياس ديالها ماذا يساوي؟ اذا لجمعت القياس ديال هاد الزوايا هادو غلقاه 95 درجة. اذا هادو راه ماشي قياسات حقيقية، لانه قال لك بالقياسات الحقيقية اللي شفنا هاد الزاوية هادي اصلا خاصة تكون زاوية منفرجة، وهادي راه ماشي منفرجة، راه غير حاطه لينا هنا الشكل بحال هكا باش نعاودو حنا نرسموه بالقياسات الحقيقية. اذا نشوف كيفاش غادي نرسم.
اذا غنرسم اول حاجه الزاويه، نرسم الزاويه الاولى ا او بي، ولا ممكن نرسم الزاويه الكبيره هذه ا او دي لقياسها 95 درجه. عاد نبدا نقسم فيها. اذا غنحط اول ضلع من الاضلاع اللي هو او ا، اذا ها او ا، غنرسم الزاويه التي قياسها 45 درجه. اذا غنحط بهذا الشكل هذا المنقاله ديالي، وغنمشي 45 درجه. اذا الضلع هو متجه نحو التدريجه الصفر هذه اللي في اليمين، غنمشيها 40 ها 45 درجه. اذا ها هي الزاويه الاولى فيها 45 درجه، ها هو الضلع ديالها الثاني او بي. الزاويه الان الاخرى بغينا فيها 30 درجه، اذا كنحط دابا ها هو الضلع الاول ديالها هو هذا او بي. اذا كنحط بهذا الشكل هذا، كنقاد مع التدريجه الصفر وكنمشي ل 30 درجه. ها هي كنرسم الزاويه هنا 30 درجه. اذا هنا عندي الزاويه هنا الضلع او سي، اذا هذا بغينا فيه 20 درجه. اذا كنحط المنقاله بحال هكا، قادها مع التدريجه الصفر كذلك، كتعطيني قياس ادق. كنمشي كناخد 20 درجه هي، وهنا كملت اعدت رسم الزاويه. اذا المجموع هنا 20 درجه، المجموع قلنا الى جمعناه غنلقاو مجموع القياسات هو 95 درجه. اذا الى هنا تنتهي تمارين الدرس الثاني من دروس كتاب مفيد في الرياضيات درس الزوايا. نتلاقاو ان شاء الله مع الدرس الموالي في الفيديو الموالي ان شاء الله. شكرا على المتابعة.